السلام الله عليكم ورحمة الله منه وبركاته. أيضا اليوم سنتعلم كيف نعطي المحاليل الوريدية، كيف نستطيع أن نضبطها للمريض. مثلا أنا لدي مغذية، لدي قربة محلول، هذه القربة هي 500 ملي، إذا كان مكتوب للمريض 200 ملي، 300 ملي، 400 ملي، 500 ملي، لكن هناك تختلف الوقت في إعطائها، مثلا سواء إذا كان داخلها علاج أو بدون علاج. فقد يقول لك الطبيب يعطي هذه المغذية 500 ملي على مدى 4 ساعات مثلا، على مدى 6 ساعات مثلا، على مدى 12 ساعة أعطيها 500 ملي 12 ساعة، أو يعطيها على مدى 24 ساعة. فكيف سنحسب ذلك؟ بالطريقة العادية، وهي طريقة التقطير، قطرة لكل دقيقة. أولا نأخذ الموصل، كل موصل مكتوب عليه معامل موصل خاص به، هنا مكتوب 20 قطرة لكل ملي، يعني هذا الموصل 20 القطرة منه تساوي 1 ملي. فإذا أردنا أن نعطي هذه المغذية على مدى 24 ساعة، كم قطرات ستعطيها في الدقيقة الواحدة؟ عندنا قانون موجود يقول التالي، القانون: كمية المحلول في مضروبا في معامل الموصل، لأنه هذا الموصل يعطي 20 قطرة لكل ملي. في معانا موصلات الصغيرة للأطفال، سأريكم إياها بصورتها، هذه حقها المعامل 60 قطرة لكل ملي، 60 قطرة تساوي 1 ملي. أيضا هناك أي في 6 أكبر من هذا يعطي 10 قطر لكل ملي. كيف نضبط مثلا هذه المغذية؟ أريد أن أعطيها 24 ساعة. القانون يقول التالي: كمية المحلول مضروبا في معامل الموصل قسمة عدد الساعات في 60، أو الوقت بالدقائق. إذا قال مثلا 24 ساعة نحسب كم فيها، كم في 24 ساعة دقائق، نضرب 24 في 60 ثم نحسبها كالتالي. كم طلعت؟ عندما نحسب 500 ملي في 20 قسمة 24 في 6 يصبح لدينا تقريبا 7 قطرات بالدقيقة. نحسبها بالدقيقة، ونحسب بالدقيقة كم بالدقيقة 7 قطرات، ونحسب على الساعة.